بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. الدرس 56. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له: قل إن شاء الله، فلم يقل، فطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان ذلك دركا لحاجته. قوله: قيل له قل إن شاء الله، يعني قال له الملك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. موضوع هذا الحديث هو في الاستثناء في اليمين وتأثيره على الحنث، فهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن أخيه سليمان بن داود عليهما السلام، وهما نبيان كريمان من أنبياء بني إسرائيل وملكان جمع الله لهما بين النبوة والملك، وأعطى الله سليمان ملكا لم يعطه أحدا إجابة لطلبه، قوله: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وهو عليه الصلاة والسلام يريد بذلك الجهاد ونصرة الدين، لا يريد الملك لذاته، وإنما يريد الملك ليستعين به على الدعوة إلى الله ونشر التوحيد، نشر الدين الصحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن الماضين ما فيه عبرة، يحدث عن الأنبياء ويحدث عن الأمم التي قبلنا مما فيه عبرة لنا. ومن ذلك هذا الحديث أن نبي الله سليمان ابن داود عليهما الصلاة والسلام أنه قال: لأطوفن الليلة على 90 امرأة، يعني يجامع 90 امرأة في ليلة واحدة. وهذا لأن الله خص الأنبياء بقوة ليست في غيرهم ورجولة ليست في غيرهم، وغرضه من ذلك ليس الشهوة، وإنما غرضه من ذلك إنجاب الأولاد الذين يجاهدون في سبيل الله. وهذا من المقاصد العظيمة التي ينبغي للمسلم أن يقصدها، فلا يكون همه قضاء وطره من امرأته وشهوته، وإنما يكون مع ذلك يريد الذرية الصالحة التي ينفع الله بها الإسلام والمسلمين ويكثر عدد المسلمين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فحث على كثرة النسل عكس ما يدعو إليه المخدوعون من المنتسبين إلى الإسلام تأثراً بدعايات الكفار من تحديد النسل خوفاً من الفقر. والكفار يريدون من وراء ذلك تقليل عدد المسلمين، وهؤلاء الذين ينعقون بأصوات الكفار لا ينتبهون لهذا الأمر، أو ينتبهون ويكون مقصدهم مقصد الكفار، الله أعلم بنياتهم. وعلى كل حال فهذا فيه طلب كثرة النسل، وأن يكون الغرض من ذلك قوة المسلمين
والجهاد في سبيل الله. وأما الأرزاق فهي بيد الله، الله لا يخلق نفسا إلا ويخلق لها رزقها. وكثرة النسل على العكس تسبب كثرة الرزق، لأنه يكثر المحترفون والصناع والزراع ويكثر الإنتاج بإذن الله، يكثر الإنتاج. والأرض فيها خيرات كثيرة لكن تحتاج إلى أسباب للإنتاج، ومن ذلك كثرة النسل، فإنهم سيكثر عملهم وإنتاجهم. لا طوفن الليل على 90 امرأة، هذا دليل على أن عنده نساء كثيرات، على أن عنده نساء كثيرات، منهن زوجات ومنهن ملك يمين، فيه دليل على تعدد الزوجات في حدود الشرع في الإسلام إلى 4 نسوة، وفيه دليل على التسري بالإماء، وأن هذا من سنة الأنبياء. وقد تسرى نبينا صلى الله عليه وسلم بماريا القبطية فأنجبت له إبراهيم ابن الرسول صلى الله عليه وسلم. التسري بملك اليمين هذا من سنن الأنبياء، وما نص الله عليه في القرآن إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. تلد كل واحدة منهما ولدا يجاهد في سبيل الله، هذا غرضه عليه الصلاة والسلام، وهو غرض شريف يدل على علو همته وجهاده في سبيل الله عز وجل. إلا أنه لم يقل إن شاء الله، لم يستثني، قال له الملك قل إن شاء الله فلم يقل. هذا دليل على أن الحالف إذا استثنى أثناء اليمين وقال إن شاء الله فإنه لا يحنث لو لم يحصل المقصود الذي حلف عليه، لأنه استثنى. وهذا محل الشاهد من الحديث أن الاستثناء باليمين أنه ينفع في عدم الحنث، وفيه دليل على أن الاستثناء يكون بالقول، في قوله قل إن شاء الله قل. أما لو استثنى بقلبه ولم يتلفظ فهذا لا ينفعه شيئا. فأنجبت بعض ولد، واحدة منهن أنجبت ولدا غير كامل، أنجبت ولدا غير كامل عكس ما أراده سليمان عليه السلام، لأنه لم يقل إن شاء الله فلم يتم له مقصوده. وهذا يدل على أن الإنسان إذا التزم بشيء أو وعد بشيء أنه لا يجزم، إنما يقول إن شاء الله، لأنه لا يدري ما يعرض له. ولهذا جاء في القرآن ستجدني إن شاء الله من الصالحين، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فيأتون بإن شاء الله ولا يعزمون، أو إذا وعدوا بشيء خصوصا إذا عاهدوا الله عز وجل فإنهم يأتون بإن شاء الله، من أجل أن إذا لم يتم مقصودهم إنهم لا يكون عليهم حنثا في اليمين. وفيه مشروعية الجهاد في سبيل الله، وأنها من سنن الأنبياء، وأن الجهاد ليس محصورا في الإسلام وإنما هو في الشرائع السابقة. وفي هذا رد على الذين يقولون أن الإسلام دين قتل ودين سفك دماء ووحشية إلى غير ذلك، فالجهاد في سبيل الله هو دين الأنبياء من قبل. فهذا موسى عليه السلام خرج بقومه غازيا إلى بيت المقدس تخليصه من العماليق الكفار، و
هذا الملك الذي بعثه الله في بني إسرائيل لما قالوا ابعث لنا ملكا، بعث الله لهم طالوت ملكا، وقاتل جالوت مع قلة عدد المؤمنين وكثرة عدد الكفار، فنصرهم الله على عدوهم وقتل داود جالوت. فالقتال في سبيل الله على شريعة قديمة وليست في الإسلام فقط كما يدعيه هؤلاء الذين يطعنون في الإسلام ويقولون إنه دين وحشية ودين قتل ودين إلى آخره. والغرض من الجهاد ليس القتل وسفك الدماء، وإنما الغرض غرض شريف، وهو تخليص البشرية من العبودية لغير الله ومن الطواغيت المسيطرة عليهم، تخليصهم إلى عبادة الله عز وجل وإلى زوال الطاغوتية الجبارة عليهم. فالغرض من الجهاد غرض شريف ومقصد نبيل، وهو من مصلحة البشرية ومن مصلحة المقاتلين أنفسهم، لأنهم يتوبون إلى الله ويتخلصون من الجبابرة ويجدون في الإسلام السعة ويجدون فيه الرحمة ويتخلصون من الكفر وعبادة غير الله والذلة والمهانة. الإسلام فالجهاد في الإسلام رحمة من الله عز وجل، غرض شريف ومقصد نبيل، وليس القصد منه أخذ الأموال أو سفك الدماء أو الملك، نيل الملك. ومن العجيب أن هؤلاء الذين يطعنون على الإسلام تشريعه الجهاد هم يقاتلون للإفساد. الإسلام يقاتل للإصلاح، يقاتل للإصلاح ونشر العدالة والرحمة، وهؤلاء يقاتلون للإفساد وسفك الدماء وخراب الديار وأخذ الثروات، ولا يستحيون حينما يتهمون الإسلام بالوحشية وسفك الدماء. والحقيقة أن سفك الدماء هو عندهم، وسلب الثروات بغير حق واستعباد الناس وإخراجهم من بيوتهم ودورهم وديارهم، ما ينظرون إلى أفعالهم القبيحة الشنيعة. فهم يقاتلون للظلم، والإسلام يقاتل للعدل والرحمة. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان ذلك دركا لحاجته. أي نعم، حصلت له حاجته لو قال إن شاء الله، فإن لم يحصل شيء لم يحنث، ولا وقد يكون يحصل له ما أراد، يحصل له ما أراد. فهو بين أمرين: إما أن يحصل له ما أراد، وإما أن لا يحصل، ولا لكنه لا يحنث ولا تلزمه كفارة. فدل على أن الإنسان إذا حلف على شيء ولم يحصل أنه تلزمه الكفارة. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها يمين صبر. نعم. من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان. ونزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. وهذا أيضا في الأيمان، هذا الحديث في الأيمان، وأن الحالف يجب عليه الصدق ولا يجوز له تعمد الكذب في اليمين. وفيه دليل على أن الأيمان تستعمل في الخصومات، قوله صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فتستعمل اليمين في الخصومات بأن يحلف المنكر، إذا لم يكن مع المدعي بينة فإنه يحلف المنكر ويبرأ، وإذا لم يحلف
فإنه يقضى عليه بالنكول، أو ترد اليمين على المدعي كما سبق الخلاف فيه. فالحاصل أن الأيمان أنها من الطرق الحكمية، اليمين الأيمان من الطرق الحكمية التي يحكم بها القاضي بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وفي لفظ على من أنكر. فيجب أن يكون الحالف في الخصومات صادقا، يجب أن يكون صادقا في يمينه، ولا يحلف كاذبا من أجل أن يأخذ حق أخيه، لأنه إذا حلف سيقضى له بما في يده، يقضى له بما في يده، ولا يكون للمدعي شيء بموجب اليمين. فإذا كان صادقا فهذا هو المطلوب، وإذا كان كاذبا فإنما يأخذه حرام وسحت. ولا يكفي أن ما يأخذه حرام، بل يلقى الله وهو عليه غضبان والعياذ بالله، فهو يأخذ مالا حراما في الدنيا ويلقى الله يوم القيامة وهو عليه غضبان، نسأل الله العافية. لهذا قال: من حلف على يمين صبر، يعني يصبر نفسه، الصبر هو الحبس، يعني يحبس نفسه عليها وينطق بها وهو يعلم أنه كاذب، ليقتطع بها مال امرئ مسلم إذا توجهت عليه اليمين في الخصومة، فيحلف من أجل أن يأخذ مال أخيه المدعى به، فإنه يلقى الله يوم القيامة والله عليه غضبان، ومن غضب الله عليه فإنه يكون من الهالكين. والغضب إنما يكون على من علم وجحد، على من علم الحق وجحده، فإن الله يغضب عليه. ولهذا وصف اليهود بأنهم مغضوب عليهم، لأنهم يعلمون الحق وأنكروه عن علم، غضب الله عليهم. فكل من علم حقا وجحده فإنه يكون من المغضوب عليهم والعياذ بالله. وفي هذا وصف الله جل وعلا بالغضب، الله يوصف بأنه يغضب وأنه يرضى وأنه يحب وأنه يكره، أنه يسخط وأنه يمقت، كل هذا جاءت به الأدلة، وهو على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، ليس كغضب المخلوق، ليس كغضب المخلوق، وإنما هو غضب يليق بجلال الله سبحانه وتعالى كسائر صفاته. نعم. وعن الأشعث بن قيس قال: وفيه دليل على أن القاضي يقضي على نحو ما يسمع، لأنه لا يعلم الغيب، ولكن يقضي على نحو ما يسمع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي على نحو ما يسمع كما جاء في الحديث. فالقاضي ليس له إلا الظاهر، فيقضي على نحو ما يسمع، ويكل الباطن إلى الله جل وعلا، علام الغيوب. نعم. قال: ونزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا. نعم. كانت هذه القضية، وهي قضية الأشعث بن قيس رضي الله عنه، كانت سببا لنزول الآية، لما قال: يا رسول الله يحلف ولا يبالي، فأنزل الله هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. وعيد، أنواع من الوعيد والعياذ بالله، على من جعل اليمين طريقا للكسب الحرام، في البيع، في الشراء، في الخصومات. الذي يحلف لأجل الكسب
وأخذ الأموال فإنه يكون هذا سبيله، لا خلاق لهم في الآخرة، يعني ليس لهم في الجنة نصيب، هذا وعيد شديد. ولا يكلمهم الله، لأن الله يكلم المؤمنين ويكلمونه في الجنة ويتلذذون بكلامه وينظرون إليه سبحانه وتعالى، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، لا ينظر الله إليهم نظر رحمة وإكرام غضبا عليهم، بل يعرض عنهم سبحانه وتعالى إهانة لهم، ولا يزكيهم، لا يطهرهم من الذنوب والمعاصي التي كانت عليهم وماتوا وهي عليهم، فإن المؤمن قد يعفو الله عنه ويخلصه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قد يغفر الله للمؤمن يوم القيامة. لكن من حلف وهو كاذب على أموال الناس، سواء في البيع أو في الشراء أو في الخصومات أو في الأجورات أو غير ذلك، أو في المقاولات أو غير ذلك، من اتخذ اليمين سبيلا للكسب وهو كذاب فإن هذا سبيله يوم القيامة، نسأل الله العافية. ففي هذا سبب لنزول الآية. أنتم تعلمون أن من علوم القرآن أسباب النزول، ولمعرفة أسباب النزول فوائد عظيمة، لمعرفة أسباب النزول فوائد عظيمة، ولهذا المفسرون كلما مروا على آية لها سبب بيّنوا السبب، وألفوا مؤلفات خاصة بأسباب النزول لأجل فائدتها، لأن سبب النزول يوضح الآية ويبينها. والقاعدة كما قالوا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فليست هذه الآية خاصة بهذا الرجل، وإنما الآية عامة. إن الذين، والذين هذه من ألفاظ العموم عند الأصوليين، فهي تتناول كل من اتصف بهذه الصفة إلى يوم القيامة، فهذا فيه تعظيم الأيمان واحترام الأيمان، وأن الإنسان لا يحلف إلا وهو متيقن، ولا يحلف على الكذب أو يتعمد الكذب. فإذا حلف كاذبا في الخصومة أو في البيع والشراء فقد ارتكب جريمتين عظيمتين. الجريمة الأولى أخذ أموال الناس، الجريمة الثانية استهانته باليمين واستخفافه بها. نعم. وعن الأشعث بن قيس قال: كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه؟ قلت: إذن يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان. نعم. وهذا من أنواع الوعيد، وهو أنه لا خلاق له في الآخرة، ولا يكلمه الله، ولا ينظر إليه، ولا يزكيه، وله عذاب أليم، وأيضا الله يغضب عليه. أنواع من الوعيد الشديد والعياذ بالله. بعض الناس يتساهل في الأيمان، وربما يحمله الطمع في المال، أو يحمله الحمية أو العصبية، إلى أن يحلف وهو كاذب. فيجب على المسلم أن يحترم اليمين، وأن لا يجعلها سببا لنيل الحطام في الدنيا، أو لتزكية نفسه، أو تزكية غيره من غير علم،
يجب أن يحترم اليمين. الله جل وعلا يقول ولا تطع كل حلاف مهين، ويقول في المنافقين ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. وفي الحديث أن الطريق إلى الحكم بالشاهدين على المدعي أو اليمين من المنكر، فإن أتى المدعي بالشاهدين قضي له، وإن لم يأتي بشاهدين فإنه يحلف المدعى عليه، حلف المدعى عليه، فإذا حلف فإنه يترك على قول. وقيل إنه لا يترك وإنما يقضى عليه إذا أبى أن يحلف. إذا حلف يترك، نعم إذا حلف يترك ويوكل ظاهره إلى الله عز وجل، لكن إذا لم يحلف، إذا لم يحلف هذا يسمى بالنكول، فقيل يقضى عليه وهو المشهور عند العلماء، وقيل ترد اليمين على المدعي، ترد اليمين على المدعي إذا كان عنده شاهد واحد ترد اليمين عليه. نعم. وعن ثابت بن الضحاك الأنصاري أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملك. وفي رواية ولعن المؤمن كقتله. وفي رواية من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. نعم، هذا الحديث فيه خمس مسائل عظيمة، فيه خمس مسائل عظيمة، وموضوعه في الأيمان أيضا. أوله المسألة الأولى من حلف بملة غير الإسلام، من حلف بملة غير الإسلام وهو كاذب فهو كما قال، كما لو قال هو يهودي أو نصراني إن كان هذا الشيء صحيحا أو غير صحيح، أو إن كان عنده كذا أو ليس عنده كذا. إذا حلف على نفي أو إثبات في المستقبل، أو حلف على شيء ماضي إن كان حصل هذا الشيء، هو يهودي إن كان هذا الشيء قد حصل أو أن هذا الشيء لم يحصل، فإنه إذا كان كاذبا كما قال يكون يهوديا أو نصرانيا أو بالملة التي حلف بها، وهذا خطر عظيم. قيل إنه يكون كافرا كاليهود والنصارى كما هو ظاهر الحديث، وقيل إنه يكون هذا من باب الوعيد ولا يكفر بذلك، لا يكفر بذلك، لكن يكون هذا من باب الزجر والوعيد لأجل أن يترك الناس هذا الأمر ولا يتساهلوا فيه. كثيرا ما يقول بعضهم هو يهودي إن لم يفعل كذا، هو نصراني هو إلى آخره إن لم يفعل كذا، وهذا أمر لا يجوز وأمر فظيع. فعلى المسلم أن يتجنب هذا اللفظ ولا يحلف بالديانات الكافرة، لا يحلف بها، فإن كان يعظم الديانة الكافرة فلا شك في كفره، أما إذا كان لا يعظمها وإنما جرى على ما يسمع من الناس وعلى العادة فهذا لا شك أن هذه معصية كبيرة ويأثم إثما عظيما، لكن لا يحكم بكفره، عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. الله جل وعلا حرم قتل النفوس بغير حق، سواء نفس القاتل أو نفس غيره، ونفسه ليست ملكا له تصرف فيها، فلا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه مهما بلغ به الشدة والألم والضيق وينتحر، لا ما ينتحر، ولا يجوز أن يقتل نفسه، بل يصبر، يصبر على البلاء ولا يقتل نفسه، لأنه
إذا قتل نفسه فإنه يرتكب أشد مما هو فيه، يكون عليه العذاب والعياذ بالله. فهو يريد يتخلص مما هو فيه في الدنيا، لكنه يقع فيما هو أشد في الآخرة، يدخله الله النار ويعذبه بها بما قتل به نفسه. فإن قتل نفسه بحديدة فإنه يطعن نفسه في النار بالحديدة، وإن كان قتل نفسه بسم فإن سمه في يده يتحساه، يعني يبتلعه في جهنم. وإن تردى من جبل فهو يتردى في نار جهنم، والجزاء من جنس العمل والعياذ بالله. فهذا فيه تحريم أن الإنسان يقتل نفسه في أي حال من الأحوال، لا يقتل نفسه، لكن إذا قتله العدو أو قتله الكفار فإنه يكون مظلوما، يكون مظلوما. وأما أنه يقتل نفسه فإنه يكون ظالما. وبهذا رد على الذين فجرون أنفسهم وينتحرون ويقولون هذا من الشهادة. كيف يكون من الشهادة وهو في النار؟ بنص الأحاديث الذي يقتل نفسه في النار، هم يقولون الذي يقتل نفسه شهيد، هذا كذب على الله ورسوله. ليس الذي يقتل نفسه شهيدا، وإنما هو مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، وعليه وعيد شديد في هذا الأمر. هذه الثانية. الثالثة، نعم، وليس على رجل نذر فيما لا يملك، وهذا محل الشاهد، لأن الباب باب الأيمان والنذور. والنذر كما سبق هو أن يلتزم الإنسان، أن يلتزم الإنسان بعبادة لا تلزمه في أصل الشرع، كأن ينذر أن يتصدق أو أن يحج أو أن يعتمر أو أن يصلي صلاة الليل أو يصلي نوافل، ينذر أو أن نعم ينذر نذر طاعة. فالنذر لا ينبغي للإنسان أنه ينذر، قوله صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل. فالمسلم يفعل الطاعات على سعته، يفعل الطاعات على سعته، وإذا تركها فلا شيء عليه. إذا ترك الطاعة المستحبة لا شيء عليه، وإن فعلها فله أجر، لكن إذا نذر فإنها تلزمه، قد يعجز عنها، ينذر صيام، ينذر حج، ينذر عمرة، ينذر ثم يعجز عنها، يكون ورط نفسه. وكان في الأول في سعة، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، فهو ورط نفسه. فالنذر مكروه، دخول في النذر مكروه، لكن إذا نذر يلزمه الوفاء، قوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، إنما يستخرج به من البخيل. اللي ما يفعل الطاعة إلا بنذر هذا بخيل. بخيل على من؟ على نفسه، بخيل على نفسه. كان اللي ينبغي أنه يأتي بالطاعات ويكثر من الطاعات لنفسه ولا يبخل عليها. فكونه لا يفعل الطاعة إلا بنذر هذا الدليل على بخله على نفسه، إنما يستخرج به من البخيل. لكن إذا كان الناذر لا يملك النذر، كأن قال والله لا أعتقن عبد فلان أو أتصدق من مال فلان بكذا وكذا، هذا لا يملكه الإنسان فلا ينعقد به النذر، ليس عليه شيء، لأنه لا يملك النذر، لا يملك المنذور، وإنما يلزم النذر فيما يملكه الإنسان من المال أو من الصلاة أو من الصيام الذي في استطاعة الإنسان وملكه. نعم، هذه المسألة الثالثة. نعم، وفي رواية ولعن المؤمن كقتله. المسألة الرابعة، لعن المؤمن كقتله. تقول لعن الله فلان من المسلمين، هذا حرام ولا يجوز،
وليس المسلم بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذي. فلا يتلفظ الإنسان باللعن على المسلمين ولا يعود نفسه اللعن. ولما لعنت امرأة ناقتها وكانت تسير مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما لعنت ناقتها أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ ما على الناقة وأن تترك. قال الراوي: فكأني أنظر إليها لا يتعرض لها أحد، عقوبة لها. فلا الإنسان ما يلعن نفسه ولا يلعن أحدا من المسلمين ولا يلعن ممتلكاته أو دوابه أو بيته ولا يلعن الأوقات أو الأزمنة، لا يلعن إلا من يستحق اللعنة، من يستحق اللعنة. أما أنه يعود نفسه على اللعن والشتائم والسباب والبذاءة فهذا لا يليق بالمؤمن. المؤمن ينزه لسانه عن البذاءة بالكلام لا سيما اللعن. وإذا لعن مؤمنا قال لعن الله فلانا وهو مؤمن، فحكمه حكم من قتله، والله جل وعلا يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يعني فعليه من الإثم مثل إثم من قتل هذا المؤمن. وليس معناه أنه كقتله يعني في القصاص أنه يقتص منه، وإنما معناه أنه كقتله في الإثم والعياذ بالله. والمناسبة أن القاتل أخرج النفس من الحياة إلى الموت، وهذا أخرج الإنسان من الرحمة إلى اللعنة، أخرجه من الرحمة إلى اللعنة وإلى الهلاك. فمن هذا الوجه كان لعن المؤمن كقتله. فلا يجوز للإنسان أن يتفوه باللعن، لا يلعن نفسه ولا زوجته ولا أولاده ولا أقاربه ولا إخوانه المسلمين، لا يلعن أحدا، يمسك لسانه عن اللعن. نعم. المسألة الرابعة أن انتسب إلى من ادعى الخامسة. دعوة المسألة الخامسة: من ادعى دعوة كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. هذا في باب الخصومات. من ادعى دعوة كاذبة يتكثر بها، يبي يأخذ أموال الناس، يدعي على الناس وهو كاذب، ويأتي بحجج باطلة لأجل أن يأخذ أمواله، فهذا أمر محرم. وأخذ لأموال الناس بالباطل، فلا يجوز للإنسان أن يدعي شيئا إلا وهو صادق في دعواه، ولا يدعي دعاوى باطلة وخصومات فاجرة، ويستعمل قوة حجته وفصاحته وإلى آخره من أجل أن يأخذ أموال الناس. فإن الله جل وعلا حسيب على الجميع، وهب أنه حصل ما يريد في الدنيا وروج على الحكام فإنه لا يروج على الله جل وعلا يوم القيامة. فكونه يبيع آخرته، كونه يبيع دنياه بآخرته، هذا هو المشكل. يعني يجعل الآخرة ثمنا للدنيا، هذه خسارة عظيمة. الإنسان لا يدعي ولا يتقدم بالدعوة عند المحاكم، سواء كان أصيلا أو وكيلا أو محاميا، لا يتقدم بالدعوة عند المحاكم إلا إذا كان صادقا في دعواه ومتيقنا من صحة دعواه. أما أن يدعي بالباطل ويستعمل البلاغة والفصاحة وشهداء الزور والأيمان الفاجرة، فهذا لن يفوت على الله عز وجل يوم القيامة. والدنيا منقضية وسريعة، لكن الآخرة مقبلة وقريبة ودائمة والعياذ بالله، لا تنقض. ف
فعلى الإنسان أن يحاسب نفسه عن هذه الأمور ولا يتساهل فيها ويقول كل الناس على هذا. أنت ما عليك من الناس، أنت عليك من نفسك. إذا كفر الناس وأشرك الناس ودخلوا النار أنت تكفر وتدخل معهم النار؟ لا، أنت عليك من نفسك. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديت. ولا تقول الناس كلهم على هذا، كلهم يفعلون هذا، وهذا شيء عليه الناس، عليك من نفسك. ثم إنك تدعو الناس وتبين لهم وتنصحهم، تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر. أما إنك تساهل مع الناس وتدخل مع الناس فيما دخلوا فيه فهذا أمر لا يجوز، وأن تعرف إن هذا باطل. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب النذر. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، وفي رواية يوما في المسجد الحرام. قال: فأوف بنذرك. نعم، هذا فيه أن من نذر طاعة فإنه يوفي بها. قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن الطاعة الاعتكاف، وهو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى، هذا هو الاعتكاف، يكون في رمضان وفي غيره، فهو عبادة. اللبث في المسجد والجلوس في المسجد للعبادة وتمضية الوقت فيه، هذا اعتكاف، سواء في المسجد الحرام أو في غيره من المساجد. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه نذر في الجاهلية، يعني قبل أن يسلم، أن يعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. فهذا فيه دليل على مسائل: مسألة الأولى الرجوع إلى أهل العلم، استفتاء أهل العلم في المسائل، وأن لا يأخذ الإنسان برأيه أو رأي الجهال أو الذين ليس عندهم علم تخرصات، بل يرجع إلى أهل العلم ليصدر عن علم وعن فتوى صحيحة. لكن بعض الناس إذا صار له هوى ويخشى لو سأل أهل العلم ما جاءوا على هواه، يروح يستفتي الجهال ويستفتي المتعالمين ويبحث عن الأقوال الشاذة ليتخلص بها. هذا يتبع هواه، ما هو يتبع الحق. الذي يتبع الحق يسأل أهل العلم ويعمل بما يقولون ليبرئ ذمته، سواء له أو عليه. فهذا عمر بن الخطاب استفتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أوفي بنذرك. فهذا دليل على وجوب الوفاء بالنذر إذا كان النذر طاعة. وفيه دليل على أن الاعتكاف عبادة وطاعة لله عز وجل. وفيه دليل على أن النذر ينعقد من الكافر، ينعقد من الكافر، فإذا أسلم فإنه يؤديه. إذا أسلم، فإن عمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية وهو كافر ثم أسلم وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بالوفاء بنذره. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله. وفيه دليل على الرواية بأنه نذر ليلة، فيه دليل على أن النذر لا يشترط له، على أن الاعتكاف لا يشترط له الصيام، على أن الاعتكاف لا يشترط له الصيام، لأن الليل ليس محلا للصيام. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال: إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. نهى عن النذر، هل هو نهي تحريم ولا نهي كراهية؟ الجمهور على أنه نهي كراهية، بدليل أنه قال: أوفي بنذر، من نذر أن يطيع الله فليطعه، ويكون هذا من باب نهي الكراهية. وقيل أنه على أصله أنه للتحريم، أنه يحرم على الإنسان أن ينذر،
وفي بعض الروايات لا تنذروا بالنهي، لا تنذروا. على كل حال فالإنسان ما دام لم ينذر فهو في سعة، إن شاء فعل الخير وإن شاء وإن تركه فلا حرج عليه، لكنه إذا نذر لزمه ذلك، وربما يصعب عليه ويشق عليه فيكون هو الذي ورط نفسه. كثيرا ما يسألون الآن عن نذور ثقيلة ينذرونها ولا يفكرون وقت النذر، ثم إذا لزمهم النذر صعب عليهم التنفيذ فصاروا يدورون المخارج ويسألون عن المخارج. أنت اللي ورطت نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النذر لا يأتي بخير، فلماذا تنذر؟ لماذا تنذر من الأول؟ أما وقد نذرت والتزمت لله عز وجل بالطاعة فيلزم عليك الوفاء. قال تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به. هذا صفة المنافقين، صفة المنافقين. وفي الحديث من نذر أن يطيع الله فليطعه. قال تعالى يوفون بالنذر وليوفوا نذورهم. فما دمت أنك نذرت اصبر، ولو شق عليك التنفيذ لا بد من الوفاء ما دام أنه نذر طاعة. ما لم يتعذر عليك التنفيذ، إذا تعذر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا معنى قوله إن النذر لا يأتي بخير، لأنه يورط الإنسان ويوقعه في مشكل، وإنما يستخرج به من البخيل في العبادة. اللي ما يفعل العبادة إلا بنذر هذا بخيل، وكان اللي ينبغي أنه يفعل العبادة بدون نذر، وكونه يفعل العبادة بدون نذر هذا دليل على رغبته في الخير، وكونه ما يفعل العبادة إلا بنذر هذا دليل على بخله على نفسه وعدم رغبته في الخير. فليست النذور دليلا على محبة الخير، وعلى ليست النذور دليلا على محبة الخير. وتجنب النذور أحسن قبل الدخول فيها. نعم. وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية فأمرتني. يكفي، نقف عندها. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل عندما قال سليمان عليه السلام لأطوفن اليوم بتسعين امرأة، هل يدل ذلك أن أزواجه عليه السلام كن أكثر من تسعين امرأة؟ نعم، يقالوا إن عنده ألف امرأة، منهن جواري ملك يمين ومنهن زوجات. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل هذا فيه رد على الذين يطعنون على الإسلام أنه أباح تعدد الزوجات إلى أربع. هذا سليمان عليه السلام يقول لأطوفن الليلة على تسعين امرأة وهو من أنبياء بني إسرائيل، فلماذا يعيبون على الإسلام؟ دل على أن تعدد الزوجات شريعة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل هل قول النبي صلى الله عليه وسلم يقتطع بها مال امرئ مسلم أن هذا الحكم خاص بالمسلم، أو أنه يدخل فيه الذمي والمعاهد والمستأمن؟ يدخل فيه مال الغير، يدخل فيه مال الغير سواء مسلما أو غير مسلم، لكن المسلم نظرا لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، فمال المسلم لا يحل بحال من الأحوال إلا بطيبة من نفسه، أما مال الكافر فإنه يحل بالجهاد والغنيمة والفيء، ما مال المسلم فهو ما يحل بحال من الأحوال. هذا وجه، والله أعلم، أن الرسول قال مال امرئ مسلم، لأن مال المسلم لا يحل بحال من الأحوال إلا بطيبة من نفسه. قال تعالى إلا أن تكون تجارة، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. نعم.
أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم تنظيم النسل بأن تجعل المرأة سنة للحمل وأخرى للراحة؟ هذا فتح باب لتحديد النسل، هذا لا يجوز إلا عند الضرورة. إذا كان تتابع النسل عليها يضعفها ويمرضها أو يؤثر على الرضيع الذي في حجرها، فلا بأس أن تأخذ ما يؤخر الحمل إلى أن تستعد له وتستقبله. هذا يسمى تأخير، ما هو بتنظيم، يسمى تأخير. تأخير ما هو بالنسل بيدك تنظمه، لكن تأخر الحمل إلى وقت مناسب عند الضرورة. نعم. أسأل الله عليكم سماحة الوالد. يقول: إن بعض الأخوة يحضرون أولادهم الصغار جدا للدرس ويشوشون على الطلاب. يقول: أحسن الله عليكم، بعض الأخوة يحضرون أولادهم الصغار للدرس ويشوشون على الطلاب، فنرجو منكم التوجيه. ما شفناهم يشوشون، ولا شفنا أحد يشوش على إنسان في غير هذا المسجد. كانوا متكلمون المشايخ اللي هم عندهم، أما إحنا ما عندنا الآن أطفال، ولا عندنا أحد يلعب، الحمد لله على العافية. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يشترط الاستثناء في اليمين أن يكون الاستثناء بعد اليمين مباشرة، أم أنه يصح لو حصل بينهما فاصلة؟ بعضهم يقول لازم يكون متصل باللفظ، وبعضهم يقول لا، يجوز أن يكون في المجلس، إذا جاء الاستثناء في المجلس يكفي. والقول الأول أنه لازم يكون متصلا باللفظ. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. ظاهر حديث سليمان عليه السلام أنه ما يلزم أن يكون متصلا باللفظ، لأنه لما حلف عليه السلام قال له الملك: قل إن شاء الله، فدل على أنه منفصل عنه، وأنه لو قال إن شاء الله ولو بعد أن انتهى كلامه أنه ينفعه ذلك. ففي دليل على أنه لا يشترط الاتصال اللفظي، وإنما يشترط الاتصال في المجلس. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز الحلف على الزوجة كذبا، لأن الكذب عليها من باب المصلحة؟ الكذب من باب المصلحة ما يحتاج إلى حلف، الحلف لا يجوز تحلف كاذبا، يحلفون على الكذب وهم يعلمون، لا يجوز الحلف كاذبا، لكن بالوعود والكلام الطيب وهذا لا بأس من غير حلف. نعم. أجيب لس كذا وأشري لس كذا وأنت غالية عندي وأنت كذا، هذا بدون حلف. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا حلف الرجل عدة أيمان في أيام سابقة ولم يستطع أن يحصيها أو يعدها فكيف؟ أحسن الله عليكم. يقول: إذا حلف الرجل عدة أيمان في أيام كثيرة ولم يستطع أن يحصيها أو يعدها فكيف يكفرها؟ اليمين المكفرة هم كل الأيمان مكفرة، الأيمان المكفرة هي التي قصد عقدها على أمر مستقبل، على أمر مستقبل، كان حلف لا يحجن أو لا يعتمرن أو لا يتصدقن في المستقبل، أو حلف لا يفعل كذا وكذا، حلف لا يدخل على فلان، لا يذهب إلى فلان في المستقبل، هذا هو الذي تدخله الكفارة. أما لو حلف على أمر ماض يظن صدق نفسه وبان بخلافه، هذا لا يعتبر من له اليمين. وإذا حلف على أمر ماض كاذبا عالما فهذا اليمين الغموس، كان يقول: والله إني اشتريت هذه السلعة بكذا من أجل أن يرفعها على المشتري، وهو كاذب، هذه غموس والعياذ بالله، هذه غموس وليس فيها كفارة، فيها التوبة، يتوب إلى الله ولا يرجع لمثل هذا. نعم. وأما إذا كان يجري على لسانه من غير قصد مثل لا والله وبلا والله وما قصد الحلف، فهذا من لغو اليمين، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وفي الآية الأخرى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يدخل في معنى اليمين الغموس من حلف على غير حق ليقتطعه، كأن يسأل: هل فعلت هذا الأمر
فيحلف ويقول والله لم أفعله وهو كاذب. هذه هي اليمين الغموس. نعم هذه هي اليمين الغموس. وبقي في سؤال السائل يقول أنا ما أعرف عدد الأيمان التي تلزم فيها الكفارة، عليك تقدرها. وأيضا الأيمان اللي فيها كفارة منها ما هو على أشياء متعددة ومنها ما هو على شيء واحد، يحتاج إلى تفصيل، فأنت لازم تفصل وش حلفت عليه. نعم وش نوع اليمين؟ هو بالفتوى تجي جملة مثل السؤال الجملة، لا لازم تفصيل. نعم. أسأل الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل هل يجوز القسم بآيات الله كأن يقول أقسم بآيات الله؟ بآيات الله القرآنية. لا نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا وقال أعوذ بكلمات الله التامات لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. والاستعاذة نوع من أنواع العبادة، تجوز الاستعاذة بالله أو بصفة من صفاته، والكلمات الله من صفات الله عز وجل، فيجوز أنه يحلف بآية من القرآن أو بسورة. أما أن يحلف بآيات الله الكونية في السماوات والأرض والمخلوقات فلا يجوز. نعم. أسأل الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل من نذر نذر معصية فهل ينعقد هذا النذر أم أنه يقال فيه ما قيل في نذر ما لا يملك لحديث لا نذر في معصية أو فيما لا يملك ابن آدم فيكون لا كفارة عليه؟ السائل استعجل لأن ما وصلنا إلى هذا، ولكن الجواب اختلف العلماء إذا نذر نذر معصية. هو على كل حال بالإجماع لا يفي بالنذر، من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. اختلفوا هل تلزمه كفارة يمين أو لا تلزمه على قولين، والراجح والله أعلم أنه لا تلزمه كفارة اليمين لأنها غير منعقدة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل هل يصح حمل بعض أهل العلم أحاديث النهي الوارد في النذر؟ نعم. يقول أحسن الله إليكم هل يصح حمل بعض أهل العلم أحاديث النهي الواردة في النذر فيما إذا نذر نذر مجازاة دون ما إذا كان نذر تبرر دون اشتراط، وحمل عليه النصوص الواردة في القرآن في الثناء على الوفاء بالنذر؟ هذا ما اطلعت عليه الكلام ذا، ما أدري عنه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل هل يصح تقسيم النذر إلى قسمين، نذر مطلق ونذر مقيد؟ نذر مطلق ونذر معلق، ما هو مقيد، معلق على شيء. إن شفى الله مريضي فعلت كذا، إن نجحت في الامتحان فعلت كذا، هذا معلق. إذا حصل الشرط حصل المشروط المعلق عليه. ونذر منجز، والله لله علي أن أصوم أن أصلي، هذا منجز يلزمه الوفاء به في الحال. أما المعلق فيلزمه الوفاء به عند حصول الشرط. نعم. الله إليكم سماحة الوالد. ويقول في تتمة سؤاله وأن النذر المكروه هو النذر المعلق كأن يقول لو نجحت لحججت هذه السنة. الله يا أخوان أنا قلت لكم كم مرة لا تحدثون أقوال لم تسبقوا إليها، أنا ما وقفت على الكلام هذا وهذا التقسيم، فإن كان وجده في كلام أهل العلم فليأتنا به، أما إن كان إنه اجتهاد من عنده نحن لا نريد إحداث أشياء لم يسبق إليها. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل قول القائل علي الطلاق هل يكون كفارته إن حنث كفارة يمين أو أنها تطلق زوجته؟ هذا يروح للمحكمة، مسائل الطلاق أنا قلت لكم كم مرة لا تعرضونها علينا هنا، هذا محل درس ما هم محل طلاق، يروح للمحكمة الشرعية ولا يروح لدار الإفتاء ويقدم سؤاله. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل ما أصح الكتب التي كتبت في أسباب النزول؟ أسباب النزول كثيرة، وأسباب النزول مندرجة في التفاسير الكبيرة كابن جرير وابن كثير، ويوجد أسباب نزول للواحد ولغيره، أنا ما أقدر أحكم عليها وأقول هذا أحسن وهذا ما هو أحسن، يرجع إليها ويشوف. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل لماذا لا تجب الكفارة في النذر المباح عند عدم الوفاء
مع أنه تجب الكفارة في النذر المحرم. نعم. يقول أحسن الله إليكم، النذر المباح يا أخي يخير بين فعله وبين كفارته. من قالك إنه ما تجب فيه الكفارة؟ من نذر أن يفعل مباحا فهو خير بين فعله وبين كفارة يمين. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: هل أقل الاعتكاف ليلة أم يوم كما في حديث عمر؟ ليس له حد حتى ولو ساعة، يقول الفقهاء ولو ساعة، لأن ما جاء تحديده في الشرع. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: من نذر أن يذبح شاة فهل يجوز له الأكل منها؟ حسب نيته، إذا نوى أنه يأكل منها يأكل منها، إذا لم ينوي أن يأكل منها فلا بد يخرجها كلها. نعم. لأنه لو أكل منها وهو لم ينوي ولم يشترط فإنه لا يكون لم يفي بهذا الذي أكله. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير وبين قوله تعالى يوفون بالنذر مادحا عباده بالنذر؟ لا يوفون، مدحهم بالوفاء يا أخي، ما مدحهم بالنذر، مدحهم. أنا أقول لكم يعني لا تجيبون شيء من عندكم. الله جل وعلا يقول يوفون بالنذر، مدحهم على الوفاء، على الوفاء بالنذر، ولم يمدحهم على النذر نفسه. نعم. فلا تعارض بين الآية والأحاديث. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: إذا حلف المدعى عليه مع وجود الشاهدين. نعم. يقول أحسن الله إليكم: إذا حلف المدعى عليه مع وجود الشاهدين مع المدعي فما هو الحكم؟ ما تقبل يمينه مع وجود الشاهدين العدلين، ما تطلب منه اليمين، ولو حلف ما تقبل منه، يقضى عليه بالبينة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: ما معنى قوله تعالى وكانوا يصرون على الحنث العظيم؟ الشرك، كانوا لا يتوبون من الشرك والعياذ بالله، ماتوا على الشرك فصاروا مخلدين في النار. نعم. فالحنث المراد به الشرك، يصرون يعني لم يتوبوا منه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: مر معنا بأن المؤمن لا يلجأ إلى اللعن مطلقا إلا إذا كان هناك من يستحق اللعن، فما هي يقول أحسن الله إليكم فما هي الحالات التي يسمح بها للعن؟ على سبب، إذا كان هناك سبب يقتضي اللعن، مثل لعنة الله على اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هذا له سبب، لعن له سبب، لعنة الله على اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من آوى محدثا، إذا ذكر السبب جاز اللعن، أما بدون سبب فلا يجوز هذا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: هل يستفاد من حديث عمر أن الكافر مخاطب بأحكام الشرع ويحاسب عليها؟ ما خوطب، ما دام كافرا ما خوطب على هذا، لكن إذا أسلم، إذا أسلم يخاطب بالوفاء. نعم. أما لو لم يسلم فلا يطالب بالوفاء بالنذر، لأنه ما يصح منه العبادة وهو كافر. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: أنا حلفت عند مسؤول أني لم أفعل بفلان كذا وكذا وأنا كاذب، ولكني حلفت خوفا أنا من أنا إيش؟ يقول أحسن الله إليكم: حلفت عند مسؤول أني لم أفعل بفلان كذا وكذا. أني لم أفعل بفلان. نعم. وأنا كاذب، ولكني حلفت خوفا من العقوبة، يقول فما يجب علي الآن؟ عليك التوبة، وعليك أن تعترف بالحق الذي عليك، تعترف بالحق الذي عليك لخصمك، تعطيه إياها وتطلب منه المسامحة. عليك أمران: أولا التوبة إلى الله، ثانيا رد الظلم إلى المظلوم وطلب مسامحته. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: أنا رجل كثير الوسواس في الوضوء، وخاصة عند المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه، فما هو الحد الشرعي لهذه الأعضاء الذي أنتهي إليه الذي أنتهي إليه وأقطع الوسواس
وهل تجب الغرغرة في المضمضة؟ الحد الشرعي فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، توضأ والناس ينظرون إليه ورووا صفة وضوئه، فعليك أن تراجع الأحاديث الصحيحة وتعمل بها. والوضوء يعني غسل الوجه والمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين والرجلين ثلاثا ثلاثا، هذا الأكمل، ولا تزد رابعة، رابعة بدعة. والمجزي مرة واحدة تضفي على العضو، تغسل العضو كله ولا يبقى منه شيء، يكفي مرة واحدة. وأما السنة ثلاث مرات. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا شك في نية الوضوء أو الصلاة فهل يعيدهما؟ إن كان هذا من باب الوسواس فلا يلتفت إليه، وأما إذا كان أنه ما عنده وسواس وشك في، لكن يا أخي قيامه للصلاة، وضوءه، مجيئه للمسجد وقيامه في الصف، هذا هو النية. هيب أني شيء شاف ويدخل معه المسجد لا، النية في القلب، عمل في القلب محلها القلب، والتلفظ بها بدعة. فإذا جاء يمشي متوضئا ووقف في الصف فهذه نية، هذه نيته. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم لعن الفاسق الذي كثر فسقه؟ ما يلعن إلا من ورد اللعن في حقه، من ورد اللعن في حقه وكان على سبب واضح. أما أنه يطلق لسانه باللعن وكل فاسق يلعنه وكل عاصي يلعن، ما يبقى أحد، يعني المعصية كل الناس خطأ، وخير الخطائين توابون. وأنت تنكر المعصية لكنك تعمل معصية أعظم منها وهي اللعن. نعم. ولعن المؤمن كقتله ولو كان عاصيا، لعنه كقتله. أما لعن العموم تقول يلي ورد فيه الدليل، لعن الله السارق، لعن الله الكافرين، لعن الله، لعنة الله على الظالمين، على سبيل العموم، فهذا لا بأس به على سبيل العموم. أما لعن المعين فهذا إن كان جاء به دليل فيلعن، أما إذا كان ما جاء به دليل فلا يلعن. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أنا صاحب محل لبيع أجهزة الجوال، ويأتيني بعض المشترين لشراء أجهزة بالأقساط، وأنا لا أتعامل بالأقساط، ولكني أعرف صديقا لي يشتري مني حالا ويبيع مؤجلا بالأقساط، فهل يجوز لي إذا أتاني مشتر يريد شراء جوال بالأقساط أن أرسله لصديقي ثم يأتي صديقي إلي فيشتريه مني حالا ثم يبيعه على المشتري أقساطا؟ لا، قال صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. فلا يجوز لصديقك أن يبيع عليه وما عنده الجوال، يجي يأخذه منك ويعطيه إياه، هذا ما يجوز، هذا بيع ما لا يملك. يا أخي إذا كان ما أنت بتبيع بالأقساط قل أنا ما ببيع بالأقساط، خله يروح يترزق الله، يدور من يبيع عليه بالأقساط. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يوجد لدي حاجة أريد أن أقضيها في مكة، فهل يوجد أحسن الله إليكم، يقول: يوجد لدي حاجة أريد أن أقضيها في مكة، فهل يجوز لي أن أدخل مكة بدون إحرام مع أني سوف أمر بالميقات؟ ما يلزم الإحرام إذا مر الميقات إلا من يريد الحج أو العمرة، أما اللي يدخل لحاجة ولا يريد حجا ولا عمرة هذا لا يلزمه الإحرام. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل أعطى شخصا مالا سلفا، وبعد ذلك بين له هذا الشخص المستلف أنه استخدم هذا المال في شركة عندها تجارة محرمة، فهل يجب عليه أن يضيق على هذا المستلف في إرجاع المال أم يعطيه فرصة لسداد هذا المال؟ هو سلف ولا درى، لو كان عالم من أنه سيستحمله في الحرام ما يجوزه، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. أما إذا كان ما يعلم وأحسن به الظن وعطاه، المسؤولية على نفس المستلف ما هي على المسلف، مسلف حسن الظن. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على حسن القضاء
وعلى حسن أيضا الطلب، وأن الإنسان ما يضايق المدين، ما يضايق المدين، بل يأخذه بالسعة واليسر. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أنا صليت مع جماعة في المسجد لصلاة العصر، فلحقت معهم ركعتين فأكملت بقية الركعتين، فجاء رجلان في أثنائها واصطفوا ورائي، فأصبحت إماما لهم وأكملت بهم بقية صلاتي وهم أكملوا بقية صلاتهم، فهل يصح فعلي هذا؟ والله هذا محل نظر ومحل بحث، كون الإمام المأموم ينقلب إلى إمام دون أن يستخلفه الإمام، هذا محل بحث يحتاج إلى نظر. نعم. أحسن الله إليكم سماحة. وأنا أقول تجنب هذا أحسن، ما داموا اثنين ورا ما صلوا جميع جماعة، هم جماعة ورا ما صلوا جماعة هم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز تغيير النية من نافلة إلى نافلة أخرى؟ نعم، يجوز تغيير الفريضة إلى نافلة وتغيير النافلة إلى نافلة أخرى، لكن ما يجوز العكس، أن تغير النافلة إلى فريضة، لأن الفريضة أعلى من النافلة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل كل ما حرم أكله حرم بيعه، مثل الصقور والكلاب التي تستعمل للصيد؟ هذه السباع لا يجوز بيعها، لا من الكلاب، الكلاب جاء النهي عن بيعها ولو كانت معلمة، نهى عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي. أما الصقور ما ورد نهي عن بيعها، ما ورد نهي عن بيعها. الحمير يا أخي يحرم أكلها ومع هذا تباع بالإجماع، فما هو كل شيء يحرم أكله يحرم بيعه، لا، تباع للانتفاع بها في غير الأكل. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل التجلي صفة من صفات الله تعالى، أخذ من قوله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل؟ صفة فعل، هذا من صفات الأفعال. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: دخلت المسجد ورأيت رجلا يصلي الراتب البعدية لصلاة الظهر، فأتممت به لكنه لم يلق لي بالا، فسألته بعد انقضاء الصلاة: هل صليت بي إماما؟ قال: لا. فماذا يلزمني؟ هل يجب علي إعادة صلاتي لاختلاف النيتين؟ لا، أنت على نيك وصليت منفرد وهو صلى على حدة، ما تمت الجماعة ولا تمت الإمامة، فكل له صلاته. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.